السلام عليكم، معكم طلال نقار. هذا هو الجزء الخامس والأخير بسلسلة محاضرات عن تاريخ التهوية الآلية. هنحكي عن العشر سنوات الأخيرة. هذول المحاضرات كانوا تلخيص لهي المقالة لنيل ماكنتاير، بنصح الجميع يرجعوا يقرأوها، مفيدة جدا. بداية من الفيلي الفنتيليتر انديوست لانج انجري، التطورات اللي صارت بدأت بإدخال مفهوم ستريس وسترين، استعاروهم من ميكانيك سواء ميكانيك الحركة. ستريس هو مقدار الضغط المطبق على الأسناخ، وسترين هو مقدار التشوه الناتج من هذا الضغط اللي هو التايدل فوليوم وتغير الحجم. بدأت أظن أول ورقة عندي ظهرت بال2008، جماعة جاتينوني هن اللي بدأوا بهذا المفهوم، وتطور بعدين على مدى السنوات لحتى أدخلوا مصطلح إرجوتروما، الرد الطاقي. إنه نحن بالتهوية الآلية عمليا عم نطبق طاقة، هي طاقة ميكانيكية عم نطبقها على الرئة، وبالتالي جزء من هي الطاقة عم ينتقل للنسيج الرئوي وعم يتخزن فيه. فتطبيق هي الطاقة بمقدار معين بدرجة معينة بتوالي معين، هذا ممكن يؤذي النسيج الرئوي بالأخير، سواء على شكل طاقة حرارية أو طاقة ميكانيكية. فمفهوم واعد، وغالبا حيكون له تطبيق، يعني بلش يطبقه عمليا وحاولوا يبحثوا عن مقدار الطاقة الواجب تطبيقها. هنحكي شوي بسلايدات عن هذا الموضوع، بس هو لساته ببداياته، ربما بال10 سنين هاي او بالاخر 4 سنوات ظهرت كثير دراسات عنه. البي سيلي هي معاكس او مشابه للفيلي. الفيلي هي الفنتيلاتور انديوس لانج انجري، هذه اذيه الرئه المحدثه بالمنفسه. دخل مفهوم جديد ب 2017 ورقه علميه ل ارثر سلاتسكي، اذا حدا حكيت لكم عنه بالمحاضره الاولى. فهي عم تحكي عن البيشنت سيلف انديوس لانج انجري، انه المريض بحد ذاته لو تنفس بدون ما يكون على جهاز تنفس صناعي، هو لحاله عم يتنفس تنفس عفوي بس بشده بجهد عالي. هذا التنفس العفوي ممكن يؤذي الرئه بنفس مبدا الفيلي اللي هو بيطلق وسائط التهابيه. بالنسبه للنيورو ماسكو بلوكيد اللي هي المخيات العضليه، في دراستين كبيرتين ظهروا بالعشريه الاخيره، واحده منهم قالت مع وواحده قالت لا، وحنحكي عنهم. البرومبوزيشن دراسه كبيره ظهرت ب 2013، انهت الجدل القائم حول البرومبوزيشن، طبعا هي مع. الاكمو بال 2018 ظهرت دراسه ما كانت حاسمة، كانت لا بس ما ألغت استخدام الإكمو لأسباب حنحكيها. الهاي فريكونسي دراستين ظهروا ب 2013، الأوسكار والأوسيليت، كلاهما قالوا إنه الهاي فريكونسي غير مفيد وربما ضار، وهن أغلقوا الباب على الهاي فريكونسي عند الأدلتس عمليا. الريكروتمنت مانوفر في دراسة ظهرت بال 2016 او 17 الاي ار تي، وهي قالت انه نيجاتيف ترايل، انه لا الريكروتمنت مانوفر ما هو ما لازم يتطبق روتيني عند مرضى الارتس. بداية من نيورو ماسكل بلوكيد في 2010 ظهرت دراسة بابازيان اكيوراسي، قارنت استخدام السيس ادراكوريوم مدة 48 ساعة تسريب مستمر عند مرضى الارتس، ولقيت انه بيحسن بينقص المورتاليتي عند مرضى السيفير ارتس، البي اف ريشيو اقل من 150. لما عادوا دراسة الأمريكان جماعة بيتال، لقوا اللي هي دراسة اسمها روز، هذه دراسة انتشرت ب 2019، قالوا لا ما بيفيد، ما في فرق بالمورتاليتي بين المجموعتين. قرأت ميتا أناليسيس وقرأت تحليل للدراستين من قريب، بيقول إنه في فرق بالتطبيق بين المجموعتين. المجموعة الأمريكية طبقوا النيوروماسكولار بلوكيد فيري ايرلي، أظن خلال 8 ساعات، بينما المجموعة الفرنسية طبقوا خلال 16 ساعة. وبالتالي ربما التطبيق الباكر جدا حرم المريض من ميزات انك تضبط المنفسه، انك تضبط السيديشن. فلو هن انتظروا مثل ما انتظروا المجموعه الفرنسيه 16 ساعه، ربما يكون انه انت الاستطباب يكون واضح، انت ما طبقته لجميع المرضى، طبقته بس لحال للمرضى اللي فشلوا على الديب سيديشن. اضافه الى انه المجموعه الامريكيه طبقوا هاير بيب، البيب ليفل كان اعلى عندهم، وبالتالي كمان هذا ربما له دور بانه لغى تاثيرات النيوروماسكو بلوكيد بتحسين المورتاليتي او تقليل الاذيه. كل هي تفسيرات، طبعا الشيء اللي بيجمع الدراستين سواء انه بنقدر نقول انت ما تطبق النيوروماسكو بلوكيد الا اذا فشلت بانك بالديب سيديشن، انك تسيطر على تنفس المريض وتمنعه من الدبل تريجرينج ومن وما تقدر تتحكم بالسي او 2. نيجي على البرومبوزيشن. البرومبوزيشن بال 2013 هي دراسة الفرنسية من كلود جورين، هذا هو كلود جورين بروزيفا، اثبتت انه تطبيق البرومبوزيشن عند مرضى السيفير ارتس ينقص المورتاليتي، اظن البي اف ريشيو كان التارجت تبعه 150، اقل من 150 فهذا بينقص المورتاليتي عند هدول المرضى. هي دراسه ب 2013، هي الدراسه انهت جدل عمره 10 سنين، انا ما حبيت احكي بال
العشرية السابقة بالسنوات العشرة السابقة بدءا من 2010 2001 أول دراسة ظهرت جامعة جاتينوني، بال2004 الفرنسي جورين نفسه هو أصدر هي دراسته الأولى، منسيبو دراسة إسبانية، وبرومبوزيشن أجين بالبرونسوباين بال2009 كمان من جامعة جاتينوني. الأربع دراسات كانوا نيجاتيف. الدراسة الإسبانية كان فيها ترند إنه ليس مورتاليتي بهي المجموعة، بس مشكلته انه كان عدد مرضاها قليل لانه اوقفوا الدراسه باكرا. الميتا اناليسيس اللي عملوا على كل هدول الدراسات قالوا انه البرومبوزيشن ايجابي وفعال ومفيد، ورغم هالشيء الناس كانت عم تجادل انه لا البرون ما انه مفيد، الى ان اجى جورين وطبق القواعد اللي هن من استفدناها من هدول الدراسات الاربعه واثبت انه البرومبوزيشن بينقص المورتاليتي. رغم هذا الكلام تطبيق البرومبوزيشن بعد دراسه جورين ما طبق عالميا بشكل واسع، لانه لسه الناس كانت في داوت وفي عندها شك، وتغيير البراكتس ما هو مجرد ايفيدنس، في عندك الايمان المسبق. في ناس كتير بتتحجج انه ما في لاسباب انه هو البروبوزيشن ما سهل تطبيقه، بحاجه لطاقم تمريضي وبحاجه لستاف عدد كبير وفي سيفتي ايشو، فكان تطبيقه على مستوى العالم قليل صراحه، الى ان اتى الكوفيد 19 وبلشت الهايبوكسيميا، فصار البروبوزيشن انجبروا الناس يطبقوا، وفي ناس كتير ما كانوا بيعرفوا يستخدموه وتعلموا استخدامه، وما عاد في حجه لحدا لانه صار اجباري عنه يطبقوا البروبوزيشن. وبالتالي هلا بسبب الكوفيد 19 من ايجابيات الكوفيد 19 اذا في له ايجابيه انه الناس تعلمت شو هو البروبوزيشن وشو فائدته بالسيفير ارتس. نيجي على كونسبت اسمه درايفنج بريشر، هذا اماتو نفسه اللي حكى عن اللو تايدل فوليوم بال98 دراسته الشهيره، هي اول دراسه اثبتت انه اللو تايدل فوليوم افضل من الهاي تايدل فوليوم بتقليل الوفيات لمرضى الارتس. أماته من الأشخاص اللي بحب أقرأ لهم صراحة، مقالاته حلوة ربما صعبة شوي، من الكونسبت اللي هو ربما ابتدعه أو أثبت أنه هو برأيه درايفنج بريشر اللي هو فرق البلاتو بريشر عن البيب هو العامل المحدد للأذية بالإصابة الرئوية وليس البلاتو بريشر بحد ذاته. الدرايفنج بريشر هو التايدل فوليوم تقسيم الكومبلينس، فهو عمليا ما اعتمد التايدل فوليوم بحد ذاته إنما نسبه إلى مطاوعة الرئة، وبالتالي صار أكثر يفترض نظريا يكون أكثر قبولا من البلاتو بريشر بحد ذاته ليحدد أذية الرئة شو هي اللي يكون التهوية الآمنة. اللي عمله بهي الدراسة اللي صدرت بال2014، هي أظن صحيح طب بال2014 هي الدراسة الصادرة، جمع الداتا من كل الدراسات الكبيرة السابقة، جمعت أرما وجمعت الدراسات البيب الثلاثة وفي دراسات الهاي فريكونسي أظن شاركوا كل الدراسات الكبيرة اللي انعملت ومضبوطة، جمع الداتا كلها لإلهم وحلل الداتا وحلل البلاتو بريشر versus الدرايفنج بريشر، لانه الدرايفنج بريشر بيرتبط بشكل افضل مع المورتاليتي. هون هذا المخطط بيشوف فينا الدرايفنج بريشر versus المورتاليتي، والكت بوينت كانت حوالي 15. ما عندي فكره اذا كان عادت الدراسات او انعمل دراسات يعني ما تم تصميم دراسه من الاصل انه درايفنج بريشر versus مثلا 15 versus 10 versus 20، ما عندي فكره انه هذه الدراسات انعملت. هي الدراسه هي تحليل راجع او بوست هوك اناليسيس. من ماذا عن البيس اللي هو ترانسبلمونري بريشر؟ البيس هو الضغط المريئي الاسوفيجيال بريشر، اذا قدرنا نقيس الضغط المريئي فهو بيعكس ضغط الجنب، واذا قدرنا نعكس نحسب ضغط الجنب هو البلور بريشر، وفي عندنا البلاتو بريشر او الايروي بريشر، فنحن بنقدر نحسب الترانسبلمونري بريشر. فب 2008 طلع لنا دانيال تالمر بهي النظريه انه نحن من نقدر نعاير البيب من خلال حساب الترانسبلمنري بريشر اثناء الزفير اكسبيراتوري. خلال الزفير بيقيس البيس وبيقيس بيحاول يطبق ان يحاول يحافظ على البيب بحيث انه يكون فرق الضغط اعلى، لانه هو هون ترانسبلمنري بريشر حيكون البيب ماينس البيس، فحيكون بيحافظوا اعلى من الصفر، فاذا كان اعلى من الصفر ما بيصير في انخماص الاسنان. هاي الدراسه كانت دراسه بدئيه بس لاثبات هذا المبدا، واثبت انه هذا بيحسن الاكسجه وبيحسن البارامتر الثاني، بس ما كانت هي الدراسه مصممه ليكشف مورتاليتي، اظن حول مع 50 مريض او تقريبا بهالعدد، وكان دراسه واعده جدا. لما عاد على مدى واسع اسمها الاي بي فينت 2 صدرت بال 2018 اظن،
كانت نيجاتيف ترايل للاسف، ما قدر يثبت انه هاي الطريقه مفضله على طب هو عم يقارن البيب بزراعي دراسه انه يضبط البيب بناء على البيس او يضبط البيب بناء على التابلت المشهور هو البيب F2، ما قدر يثبت هذا الكلام بدراسه كبيره، وبالتالي هاي الدراسه طبعا في لها اسباب كثير، هاي من الدراسات الهامه ممكن الواحد يقراها صدر 2018 تماما. ماذا عن هاي فريكونسي؟ هاي فريكونسي هي هي الماشين اذا ما حدا شايفها من قبل، هي كانت واعده على اساس وانه هي حتحل مشكله الارتس وبرضه وا 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 من هالكلام هذا. بال 2013 صدرت دراستين عمليا دقوا اخر مسمارين او دقوا مسامير كبيره بنعش الهاي فريكونسي، وبالتالي ما عاد له اي حماس عالميا. هلا في كثير اطباء بلتقي معهم بحياتهم ما شارين هاي الجهاز. دراستين هن الاوسيليت اللي كانت كنديه وسعوديه واستراليه اثبتت انه الهاي فريكونسي هارمفول مؤذي بيزيد المورتاليتي. الدراسه البريطانيه الاوسكار لا قالت انه ما في فرق بالمورتاليتي بين الدراسه بين المجموعتين، وبالتالي بعد 2013 ما عاد حد يطبق الهاي فريكونسي از مينتننس مود، بس از ريسكيو مود ممكن تستخدمه لانه ما في اي شيء بيقول مع او ضد، وممكن انت تكون ما عندك اكمو بمشفاك وبالتالي تضطر تستخدم هاي فريكونسي اذا عندك اياه واذا بتعرف تستخدمها. نيجي على الريكروتمنت مانوفر، التطبيق الروتيني للريكروتمنت مانوفر بهي الدراسه اللي اسمها اي ار تي كان نيجاتيف، حتى زاد المورتاليتي صراحه كان هارمفول، وبالتالي ما عاد في شيء اسمه تطبيق recruitment maneuver as routine بمرضى الارتس اذا ما في سبب لتطبيقه ما تطبقه. هاي دراسه من الدراسات الهامه صدرت بال 2018 على ما اذكر، ما عم شوف التاريخ بس اظن بال 2017 2017 تماما. ماذا عن الاكمو الاكسترا كوربوريال لايف سبورت؟ اول دراسه مشهوره او اكبر الدراسات الكبيرة خليني أقول المشهورة، مثل ما أن الإكمو بدأ الحديث عنه من نهاية السبعينيات، بس بهذاك الوقت ما كانوا عم يحكوا عن البروتكشن تبع اللانج، كانوا عم يحكوا عن الإكمو أز إنه يمروف أوكسجينيشن، بس ما كانوا مفكرين إنه هي الفنتليتر بحد ذاتها مؤذية. هلا بعدين تطور فهمنا للموضوع وصار رجعنا نحكي بالإكمو. فبال 2009 صدرت السيزار ترايل، هي دراسة إنجليزية، وأثبتت هي الدراسة إنه التحويل لمركز فيه إكمو بنقص المرتفع عند مطل الارس، بس بحد ذاته التحويل لا يعني تطبيق الاكمو، والتحويل لمركز اكمو يعني تحويل لمركز عالي التطور، فربما هي الفكره مو بش بالاكمو بحد ذاته انما هي بالطاقم التمريضي والطبي اللي عم يشتغل. فهي مو دراسه بتدعم الاكمو انما تدعم التحويل لمركز فيه اكمو، وهذا الشيء مفهوم تماما. لما جينا عملنا دراسة الإيولا وانتشرت في 2018 وقفوها باكرا لأنه أثبتوا أنه الإكمو ليكل بي فاليو تبع 0.07، وهي مانا إحصائيا هامة رغم أنه بتشوفوا في ترند أنه الإكمو أحسن. وقفوا الدراسة باكرا أنه لقوا أنه فيوتاي أنه ما في فائدة من هي الدراسة. هلأ رغم هذا الشيء هن في كثير مرضى بالكنترول جروب تحولوا للانترفينشن جروب، طبعا هذه الدراسه كانت انتنشن تو تريت، فكل ذراع بيطبق بياخذ الداتا تبع الذراع اللي كان فيها. فدراسه ما أنا معموله بشكل متقن للامانه، وللامانه خليني اقول انه المركز اللي فيه اكمو ما حينتظر هي الدراسه ليحط مريض او ما يحط مريض. وجود الاكمو يعني انه في طبيب حيحط المريض على اكمو لو احتاج يحط المريض على اكمو. غياب الاكمو حتى لو انت مقتنع انه الاكمو مفيد ما حتقدر تحوله لمركز فيه اكمو، مو الموضوع مو بهالسهوله صراحه، خاصه انه احنا ما بنضطر للاكمو الا للريفراكتري هايبوكسيميا، احنا عم نحكي على مينتننس مود. لما نعاد تحليل البيانات تبع هي الدراسه ب 2019 نفس الدراسه عملوا بوست هوك اناليسيس، بوست هوك باي بايزيان اناليسيس، يعني هذا تحليل راجع للبيانات بشكل غير معد مسبقا اسمه استجواب البيانات، وطلع معهم اكيد رح يطلع معهم انها هي مفيده. من الشغلات الجديدة اللي طلعت بالعشرية الأخيرة هي الهاي فلو نيزل كانيولا. الهاي فلو نيزل كانيولا أظنكم كلكم صرتوا شايفينها، هي بتطبق فلو عالي بيوصل لـ60 لتر بالدقيقة. الأجهزة التقليدية بتقدم أكسجين، النمر بريثر أظن بيقدم حتى 15 لتر بالدقيقة، يعني هون ممكن نبدأ بـ40 لتر ونوصل لـ60 لتر بالدقيقة، يعني يعادل تقريبا الجريان اللي بيتنفسه الإنسان الطبيعي. فهذا كان فتح بعالم التهوية الآلية عند الكبار حقيقة. هي بدأت من أظن بالحيوانات بنهاية الثمانينات
كانوا يستخدموها للخيول، أظن إنك تطبق جيت عالي يعني تعطي أكسجين بضغط عالي، بعدين انتقلت للنيونيت للأطفال خداج، وبعدها للأطفال، وبعدين استوردناها. يعني أنا شخصيا مثلا خلال إقامتي وخلال قبل 2010 ما كنا نسمع فيها، بلشنا نسمع فيها بال2013 14، وبعدين دخلت على البراكتس واثبتت دورها. الدراسات انعملت عليها بتتفوق على البايبا بانه تتجنب الانتوبيشن، عفوا هون اثبتت انه هي مورتاليتي بينفيت حقيقه مش الانتوبيشن، فهي كانت افضل من البايبا وافضل من ستاندرد اوكسجين بمرضى الاكيوت ريسبيرتوري فيلير. اثبتت انه هي افضل من الكونفشنال ثيرابي اللي هي الاكسجين لحاله بالري انتوبيشن، بتنقص ري انتوبيشن. فعمليا هي دخلت بقوة على العناية لأنه هي سهلة وتطبيقها سهل وما فيها تعقيدات الفنتليتر أو الباي باب أو الأكسجين. هي أكيد حتفوق على الأكسجين العادي. ليش هي، شو آلية تأثيرها؟ في ديبيت كبير، هل هو تأثير البيب اللي بتعمله مثلا أنه هي بتعمل شوية ضغط، هل هي أنه بتنقص الديد سبيس بتروح السي أو 2 مثلا من الإيرويز، هذه كلها فرضيات بحاجة لإثبات. تكنولوجيا بالعشرية الأخيرة ظهروا منفذتين جداد، صار لي اشوفهم صراحة بس ما اشتغلت عليهم شخصيا، وما ما عندي فكرة. مثلا هاي البوري تامبنت 980 اللي هي خليفة ال 820 ال 840 تبع البوري تامبنت، شو الفرق بيناتهم؟ أظنه مثل الفرق بين ويندوز 10 وويندوز 7 أو ويندوز 11 وويندوز 10، حيكون في شوية تحسينات تكنولوجية، ربما المندوبين الشركات لازم يقنعوكم. بس المنفذة اللي قبلها اللي هي 840 كانت ممتازة وصمدت حوالي 20 سنة. نفس الكلام عن سيرفو يو، انا شايفها بس ما ينشغل عليها صراحة. شوف راح عن سيرفو اي، الله اعلم. نفس الشيء حيكون في عليها النافا والامور الثانية. ليش لازم انا ابدل الاي باليو مثل ما انا لازم انتقل من ويندوز 7 للويندوز 10؟ غالبا هذا هو السبب. مرة ثانية مندوبين الشركات ممكن يقنعوكم اكثر مني بانه لازم تغير منفذتك من هاي الجهاز لهي الجهاز، ربما ايقاف الدعم مثلا على المنافس القديمة. الشيء الجديد هلا اللي عم ينحكى فيه مثل ما قلنا بداية المحاضرة، ربما بآخر 4 5 سنوات زادت الارتكلز والبيبرز اللي عليه. روح على جوجل سكولر واكتب ميكانيكال باور ان ميكانيكال فنتيليشن، حتشوف هاي المعادلات المعقدة ربما بالشكل. حشوف فيكم عدة سلايدات بدون ما افوت بالتفاصيل. ربما هذا السلايد هو افضل سلايد. احنا هاي المعادلة العلوية بنعرفها بالضبط، من البريشر هو الإلاستانس ملتبلاي باي دلتا فوليوم بلس الفلو ملتبلاي باي الريزيستنس بلس البيب. يعني البيب مع الريزيستنس فورك مع الإلاستانس فورك، هي الإلاستانس هي عكس الكومبلينس. لما نحن هون قسمناهم فردناهم بهالشكل هذا، الباور هي مقدار الطاقة المقدمة خلال دقيقة كاملة، فعدد الريسبيراتوري ريت ملتبلاي باي كل البريشر اللي عم تطبقه. هذا هو باختصار هي الباور، هي الانرجي المطبقة خلال وحدة الزمن خلال دقيقة كاملة. هل في عدة دراسات شفتهم صراحة كلهم ببداياتهم، في عليها كتير ما بدي اقول ديبيت بس في يعني مشاكل على هذا الموضوع، لا تفكروا هي الحل النهائي. بس والله العليم هو حيكون المستقبل للتهوية الآلية من خلال هيك معادلات. على مدى السنوات كنا نحكي بداية باللو تايدل فوليوم لو بلاتو بريشر، بعدين اثبتنا حتى لو نفس التايدل فوليوم البلاتو بريشر له دور. بدنا هاير بيب رغم انه ما في ايفيدنس دقيق كيف نوصل للهاير بيب، شو هو الاوبتيمال بيب. بعدين طلعنا باللو درايفنج بريشر هو فرق البلاتو عن البيب. بعدين هلا عم نحكي بالدرايفنج، عم نحكي بالميكانيكال باور، انه نقص الميكانيكال باور هذا هو الريديوس كوميوليتيف انجرس سترين اللي هو الاجهاد الاذيه الاجهاديه التراكميه. يعني مش من حركة واحدة من ضربة واحدة حتتأذى الأسناخ، من 20 ضربة حتتأذى. فهون دخلنا كل عناصر الحركة التنفسية، ما بس الحجم، عدد مرات التنفس، الفلو مثلا، كلها دخلت، لأنه حتى الانسبيراتوري تايم صار يدخل بالأذية بهذه المعادلات. هذا مخطط زمني بشوفينا شو صار، بيلخص المحاضرات اللي حكيناها. بداية بالبيب اتطبق بال67 أول مرة حسب ما شوفيناكم، الإيكمو ظهر بالسبعينيات، هي شايف 72 أول ستدي، الإس أي إن في ب73، عفوا الأي إن في ب73، الإس أي إن في ب78 لما نظبطه السينكرونايزيشن. البريشر سبورت ظهر بال86، الاي بي ار في مثل ما حكينا بال87، النون انفيزيف ب89 هون شايف. الباف بلش الحكي عليه اللي هو تبع منافسات الكوفيديان بنت ب92، الاداتيف سبورت تبع جماعه الهاملتون بال94،
الهاي فريكونسي ظهرت عند البالغين، بلش تطبيقها بال97، البي ار في سي بلش بال98، بال99 النافا ظهرت، هي جماعة السيرفو اي. والهاي فلو نيزل كان ب 2010، بس انا اللي بتذكره ب 2014 اول مرة شفناها. هلا الكي ترايلز، ان الاكمو اول دراسة معمولة على الاكمو بالارس كانت بال79 وكانت نيجاتيف، لانه بوقتها ما كان مفهوم حماية الرئة موجود. بال95 شوفيناكم الدراسة اللي قالت انه الباي باب هو ستاندرد اوف كير بمرضى السي او بي دي، بينقص المورتاليتي. الويننج بهذيك الايام قالوا انه لا، نحن الديلي اس بي تي افضل من الاس اي ام بي او حتى البريشر سبورت بالنسبه للويننج، بس بال95 هذا الكلام. بالنسبه لللنج بروتكشن ارما ترايل، هذه كل طبيب عنايه لازم يكون حافظها عن ظهر القلب، ظهرت بال2000، ممكن تقراها بالتفصيل وتشوف شو هي عيوبها وشو هي مشاكلها. دراسات الهاي فيرسس لو، في اربع دراسات مثل ما قلنا، بال2004 الالفولاي، بال2008 اللافز والاكس بريس، بال2008 الويننج الاويكنينج اند بريثنج اللي هي الاس بي تي والاس اي تي. سيزار تريل بال2009 ظهرت، هي تبع الهاي فريكوينت، عفوا الاكمو، اكمو ريفيرال. بال2010 ظهر دراستين، اول شيء الهاي فيرسس لو بيب، هذه ميتا اناليسيس مش دراسه. النيورو ماسكولار بلوكيد بال2010، هي كانت دراسه الاكيورسي اللي كانت بوزيتيف. بعدين لما بال2019 الروز كانت نيجاتيف. نيجي على الاوسكار والاوستريت، ظهروا ب 2013 تبع الهاي فريكونسي كان نيجاتيف. البروزيرفا بال2013 تبع البرون كانت بوزيتيف. الهاي فلو نيزر كانت تبع الويننج وتبع بتنقص المورتاليتي بالريسبيرتوري فيلر، ظهرت ب 2015. الاي ار تي تبع الريكروتمنت مانوفر ب 2017 وكانت نيجاتيف. الايولا تبع الاكمو ب 2018 وكانت نيجاتيف. والروز مثل ما قلنا هي الهاي، هي النيورو ماسكو بلوكيد بال 2019 وكانت نيجاتيف. لازم نذكركم بسلايدين مهمين بموضوع تعريف الاي ار دي اس. بال 94 كان في شيء اسمه التعريف الاوروبي اللي هو النورث الامريكي الاوروبي، نورث امريكان يوروبيان كوميشن اظن او كوميتي، انه هذا التعريف القديم للارتس اللي هو الاكيوت لانج انجري مع الارتس. التعريف اللي كلياتنا حافظينه، اقل من 300 هو اكيوت لانج انجري واقل من 200 هو اي ار دي اس. هذا التعريف كان هو عماد الدراسات اللي تمت اللي صدرت بعد ال 94 حتى 2011 لما ظهر تعريف برلين الجديد اللي كلياتنا هلا حافظينه تبع المايد والمودريت والسيفير. فالدراسات اللي كانت قبل 2011 كان كلهم يعتمدوا التعريف القديم، فهذا مهم عشان لما بتفسر نتائج الدراسات انه كلمة ARDS غير سيفير ARDS. مثلا سيفير هي معناتها بالتعريف الجديد مثلا. طبعا بعد 2011 صارت كل الدراسات صارت تصير على التعريف الجديد. هلا التعريف الجديد معناه اوبتيمال وفي كثير عليه نقاش، بس هلا صار هو المعتمد بالنسبة لتعريف الARDS. اظنكم شايفين هذا المخطط، انه التعريف الجديد بيخليك تعرف شو تستخدم. يعني مثلا الهاي فريكونسي والاكمو والنيورو ماسكو كلهم بالسيفير ارتس هن استطبابهم، الهاي ار بي مثلا مور وذ سيفير ارتس. هيك بيكون خلصنا ملخص او حكينا عن تاريخ التهويه الاليه. مثل اتمنى ان يكون قدمت لكم شيء مفيد بهدول المحاضرات الخمسه. مثل ما قلت ان ربما تلخيص سريع ممكن يستخدمه الواحد كبناء يبني عليه، بحيث لما يرجع يقرا الدراسات ويبحث ويشوف يعرف حاله وين هو واقف. واظن ان شاء الله يكونوا مفيدين جدا لاطباء اللي هن هلا عم يختصوا عنايه او هن متخرجين جداد وحابين يجمعوا الايفيدنس عن التهويه الاليه. والى لقاء اخر ان شاء الله بسلسله محاضرات جديده. السلام عليكم.